السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر؟ الحقيقة معنى عظيم جدا. والأول بس نشوف الحديث مين اللي رواه. رواه الإمام مسلم أن الحبيب المصطفى متصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة بيوضح أن الحديث ده ليه تفسيرين في غاية الروعة والجمال. تفسير الأولاني الدنيا سجن المؤمن باعتبار أن المؤمن يقيده إيمانه عن فعل المحظورات أو عن الوقوع في المحظورات والمحرمات، بمعنى أن المؤمن لو مثلا عياذا بالله راودته نفسه أنه مثلا ينظر نظرة محرمة فيه، لا ده ربنا سبحانه وتعالى قال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، لا يعني ومن ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه، فلا بد أن أنا أترك النظرة المحرمة دي. تمام، حب مثلا عياذا بالله يفعل اي شيء يغضب ربنا يقول لا ده ربنا حرمها والنبي صلى الله عليه وسلم حرمها، فيحظره ايمانه او يبعده ايمانه عن الوقوع في اي محظورات، يقيده ايمانه عن انه يقع في اي محظور او اي شيء يغضب ربنا سبحانه وتعالى. اما الكافر فلا هناك ذنب بعد الكفر ولا بعد الشرك، فبرحته يعني يرتع في الذنوب والمعاصي كما يشاء، لانه ليس بعد الكفر ذنب زي ما بيقولوا يعني. فخد بال حضرتك، ده التفسير الأولاني للإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة. التفسير الثاني أنه قال إن ذلك باعتبار المآلات. بمعنى إيه؟ بمعنى إن المؤمن يا جماعة لو كان عايش في قصور وأنهار وأشجار وعايش في متع ما بعدها متع، كل المتع دي كلها تعتبر سجن بالنسبة لما ينتظره من النعيم في جنة الرب الرحيم. لأن طبعا يا جماعة لا مقارنة بين نعيم الدنيا وبين نعيم الجنة. الجنة أعدها الرحمن سبحانه وتعالى، قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله أكبر. طيب وبالنسبة للكافر بقى، لو كان الكافر في شقاء وفي بلاء وفي فقر وفي ضيق وفي مرض، كل ده يعتبر بالنسبة له جنة بالنسبة لما ينتظره من العذاب في نار جهنم. ولذلك وردت قصة جميلة جدا أقولها لكم بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الحافظ ابن حجر العسقلاني صاحب كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري، طبعا كان قاضي القضاة في مصر وكان رجل جميلا وكان ذا أبهة وجمال وثراء ومنصب وسيط. ففي يوم من الأيام خارج من بيته إلى منصب القضاء، فقابله رجل يهودي رث الهيئة مرقع الثياب، حاله يعني في غاية البؤس والفقر. فلقي الإمام فحب يشككه في قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا إمام. قال نعم، ماذا تريد؟ قال أريد أن أسألك عن قول نبيكم الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر، وأنت ترى ما أنا فيه من البؤس والضنك والشدة والفقر والفاقة، وأنت فيما أنت فيه من الجمال والثراء والأبهة والجمال والمنصب. فقال له الحافظ ابن حجر يا هذا، أنا أعتبر في سجن بالنسبة لما ينتظرني من النعيم في جنة الرب الرحيم لو مت على إيماني وتوحيدي، وأنت تعتبر في جنة بالنسبة لما ينتظرك من العذاب والنكال في نار جهنم لو مت على كفرك. فقال الرجل اليهودي أو كان نبيكم يقصد ذلك؟ قال الحافظ ابن حجر أجل كان النبي يقصد ذلك. فتبسم اليهودي وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسلم اليهودي لتفسير الحافظ ابن حجر لهذا الحديث العظيم. يبقى الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. فلا تحزن أيها الأخ الحبيب إن كنت حرمت في الدنيا من أي شيء قيدك إيمانك، قيدك توحيدك لله عز وجل، قيدك حبك لله عز وجل عن أن تقع في أي معصية تغضب المولى عز وجل، فإن الله عز وجل سيعوضك في الجنة وسيعوضك أختي الفاضلة في الجنة في يعني نعيم بنعيم لا يخطر على قلب بشر في جنة أعدها لكم مالك الملك وملك الملوك. وكل لذة في الدنيا فهي منغصة وغير كاملة، أما اللذات في الجنة فهي لذات كاملة لأن الذي أعدها مالك الملك وملك الملوك. والدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وإن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، لكنه لا يعطي الجنة إلا لمن يحب من أحبابه وأوليائه وعباده المؤمنين. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في الجنة وأن يعوضنا عن كل ما فاتنا من لذائذ الدنيا بنعيم الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.